تلطفت وأعطتني إياها؟ هذا مستحيل. لماذا؟ إنها هدية من نسيب بن إتشيبان بن محارب الساموراي الشهير من اليابان. هذا الغرض يجمع بين المعرفة القديمة والتكنولوجيا الحديثة. هل تعلمين أن هناك ما يزيد على 20 معدن أدخل في صناعتها؟ ولهذا السبب بالتحديد هي تناسب استعمالي لها كهواء. أي أعطني إياها. ماذا لو تعرضت لضربة صاعقة؟ ماذا لو حطمها تدفق كهرومغناطيسي؟ منذ متى أصبحت متخصصا في علم الاتصال؟ وكيف يمكن للصاعقة أن تضربها في الصحراء؟ لن أعرض جوهرتي هذه إلى عناصر قاسية. ألم تقل إنها مصنوعة من معدن قوي؟ بل من 20 معدنا. دعني أستعيرها. لا أبدا. هاي ماذا يجري؟ هاي ما بكما تتجادلان هكذا؟ هذا الرجل العنيد يرفض إعارة مقلاته وأنا يجب علي أن أتصل بأبي في الحال. إنها هدية من نسيب بن إتشيبان بن. لنحاول إيجاد حل. أليست هناك واحدة أخرى؟ بالطبع. لحظة لحظة. هذا تماما ما تريدينه. هذه لن تفي بالغرض. إنها مقرفة. أنا متأكد من أنه بتعاوننا سنجد طريقة لكي تعمل. ألو؟ ألو؟ من يتكلم؟ يا إلهي ساعدني. تيلدا، تيلدا، هذه أنت؟ أبي، 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 هل تستطيع سماعي؟ بالكاد أسمعك. ماذا قلت؟ قلت بالكاد أسمعك. هل تسمعينني أنت؟ لسوء الحظ دمر إيغوخان وسنارشكوف خيمتنا. دمر خيمتكم؟ لم أفهم كيف يجري إنسان محادثة هكذا؟ لكن عقرب وفرحات تمكنا من العثور على نبتة الأساس لجميع المشروبات السحرية. إنها الكاميليا. العمة كاميليا، ولكن ما علاقتها بكل هذا؟ والأنسة كيهول أعطتني حاسوب كوالا جديدا. تقولين إن الأنسة كيهول لم تعد قاسية؟ ربما هي كالأفعى وليست كالجليد. تبين أنها ألطف مما ظننا يا أبي. لقد تركوا لي مقعدا شاغرا في الجامعة لحين عودتي. ولكنك ألو. يا إلهي، يا لهذا الأمر المزعج. أبي، لقد انقطع الخط. شكرا جزيلا. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ ولماذا لم تخبريه بأي شيء مهم مثل تقديم أنسباء مقلاة جديدة لي؟ ها؟ أنت مهووس بالمقلاة. هذا فظيع. كل شيء يسير كما يريد، ولا حتى تدمير خيمته جاء بنتيجة فعلية. بدأت أعتقد أن هذا الفتى هو فعلا خارق. أنا من هو المنتظر للقضاء على العالم. إيغوخان، نعم بالتأكيد العالم ملك لك. إن تمكننا من القضاء على فرحات. هل تشك في ذلك؟ أيها الفان الغبي، قواي تزداد أكثر فأكثر، وقريبا سأصبح سيد الكون كله. لدي فكرة مهمة، والأهم من ذلك أنها مكيرة وخبيثة. ماذا أرى أمامي؟ إن النسيب بن بن آبين في مأزق مجددا. يجب أن نستدعي جميع الأنسباء إلى جميع الأنسباء الأعزاء. النسيب بن بن آبين في مأزق مجددا. أكرر، جميع الأنسباء مدعوون للاجتماع في صحراء أراماو. يجب أن يحضر الجميع. تبدو هذه المسألة أهم من السابقة. مرروا الرسالة بجميع الوسائل الممكنة حيثما كنتم ومهما كنتم تفعلون. نسيبكم بن بن آبين بحاجة إليكم وينتظركم. نصيبكم بن بن آبين بحاجة إليكم وهو ينتظركم. لقد انتهيت. جميع أنسباء بن سمعوا رسالة طريئة منه، أو بمعنى آخر رسالة طريئة مني. حسنا، وهنا أيضا. بن، ماذا تفعل؟ سأهاتف أنسبائي وأشكرهم على لطفهم ومساعدتهم. أتعني أنك ستخاطر في إيذاء مقلاتك؟
من المهم جدا أن أتحدث إلى أنسبائي، كما كان مهما أن أتحدث إلى أبي. ليس الأمر مشابها؟ ماذا تقصد بكلامك؟ آسف تيلدا، أنا مشغول جدا الآن. هل تمانعين بأن تصليني بحاسوبك؟ شكرا. أنت لا تطاق فعلا يا بان. هوسه بأنسبائه يشغل رأسه تماما. أنت موصول بالهوائي، فلتطلب الرقم. هذا غريب، هاتف بين لا يجيب. سأهاتف الأنسباء الآخرين. لا جواب، أين يمكن أن يكونوا؟ اتصاله بنا مرتين خلال بضعة أيام فقط هو أمر غير اعتيادي. أخشى أن نسيبنا العزيز بن بن أبين في مأزق خطر. أنسبائي الأعزاء، هل أعرتموني انتباهكم رجاءً؟ أهلا بكم أيها الأنسباء المحبون، كنت أعلم بلا شك أن بإمكاني الاعتماد على تعاونكم هذه المرة. إن رابطكم العائلي مؤثر جدا، كل ما أستطيع فعله هو شكركم والقول لكم إنكم مجموعة من الأغبياء. ستدفع الثمن غاليا. ترى لماذا لا أشعر بالخوف؟ أود أن أعرفكم إلى شريكي. النجدة النجدة أليش أليش أشيل شمع الشركة. عندما يحين الوقت سيرحب بكم باطن الأرض بسرور. أهلا بكم. بمعنى آخر، حالما يفرغ الرمل كله في النصف السفلي من الساعة الرملية سوف تذوب الشباك وتقعون في دوامة من النفط. لو كنت مكانكم لما تحرك، فقد تخاطرون بتسريع وقوعكم. يا لها من مقلاة رائعة. وحده الشجاع بن إتشيبان بن بإمكانه ابتكار شيء كهذا. سوف أحضر ألذ فطائر حضرتها في حياتي. ما هذا؟ سكوت. أجل، إنهم أنسباؤك وهم يواجهون الموت. ماذا تريد أيها الشيطان اللعين؟ عندما تنهي ساعة الموت الزجاجية دورتها سيموت أنسباؤك. إلا إذا أسمعت؟ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أحضرت باللورات الشارمن. اسرقها وأحضرها إلى هنا فورا على وكر الشيطان، وفي المقابل سوف أعيد إليك أنسباءك. لكن لا تحاول خداعي. أوه بان، رائحة الطعام شهية. هل ما خطبك؟ أنت تزداد إزعاجا كل ثانية. كل طعامك بمفردك، أنت مزعج. جيد جيد، والآن جرب ضربة اليمنى مباشرة نحو الذراع. هيا. ما الأمر يا فتى؟ هناك مشكلة تنتظرنا. ماذا يجري؟ لا يكفي أن يكون عنيداً وصعب الميراث، بل أصبح عنيفاً الآن. لا تقولي إنك ما زلت غاضبة من بان. طلبت فقط أن أتذوق فطيرة مقلية فضربني. انظر، هذا ليس بان على الإطلاق، ربما هو متعب قليلاً. هذا لا يعطيه الحق بضرب الفتيات. لا تقلقي تيلدا، سوف أتحدث إليه، سوف أفهم ما الأمر. بان، بحثت عنك في كل مكان. هل من خطب؟ ألا تريد التحدث؟ هاي، ألا تدرك من أنا؟ أنا فرحات، صديقك المخلص. وأنا ظله، فلترفع معنوياتك بن. ما الأمر؟ ألا تثق بي؟ لقد تشاركنا أفضل لحظات حياتنا وأسوأها، لقد فرحنا ومزحنا وأكلنا من الوعاء نفسه، والآن لا تريد التحدث إلي؟ هل أنت غاضب مني؟ أم من تيلدا؟ هيا بن، ماذا يجري؟ سأطرح عليك سؤالاً. بالطبع. عندما حاولت أن تنقذ والديك وتبين أنه فخ، الآن بعد حصول ذلك أريد أن أسألك إذا كنت تشعر بالأسف على تلك المحاولة. في الواقع بان، كان ذلك بلا شك خطأً فادحاً. لكن هناك أوقات يجب أن نصغي فيها إلى قلوبنا. شكراً لك.
لماذا تسأل يا بن؟ بن! بن! هل أنت متأكد من أن بن سيخون سيده والمهم المكلف بها هذا الفاني عديم الجدوى؟ في المسائل التي تتعلق بالشر والكوارث العالمية أنت خبير ومحترف، ولكن أنا خبير بالإنسان. أؤكد لك أن بن سيخون سيده لينقذ أنسباءه الأغلى على قلبه. بن، كيف حالك؟ يا لها من نقلة جميلة يا صديقي. لابد من أن نسيبك ذاك يعزك كثيرا. ما اسمه؟ بن إتشيبان بن. أوه، إن اسمه غريب. إنه ياباني، محارب ساموراي. ماذا قلت؟ إنه محارب من أهم المحاربين. بن، أود أن أتعرف إليه. هذا مستحيل. مؤسف، أردت أن أناقش معه مسألة الشرف، فالشرف هو كل شيء بالنسبة إلى المحارب. خذني أنا على سبيل المثال، فكما ترى لقد قمت بواجبي طوال 900 سنة تقريبا بن. وأنت للأسف أعمى في كل ما يتعلق بالواجب والشرف والطاعة. ماذا يمكنك أن تتوقع من نسيب الكركند؟ لا أتوقع شيئا منه. كيف تقول هذا؟ تظن أن ذلك لا يؤلمني؟ ترك سيد العزيز زينيم، لكنني فعلت ذلك لأنها كانت الطريقة الوحيدة لمساعدة فرحات على القيام بمهمته. كنت متأكدا من أنك ستقول ذلك. المهمة فرحات الشارما، لكن هناك أشياء أخرى في الحياة هي بالأهمية نفسها. فكر كما تريد، ولكن تذكر أنه بالنسبة إلى المحارب الشرف مقدس والخيانة لا تغتفر. والتخلي عن أنسبائك هو خيانة كبرى من أفظع الأنواع. لا، دعني وشأني. دعني وشأني. لا تتحدث إلى أحد مجددا بن، وإلا سيموت جميع أنسبائك قبل أن تحين ساعتهم. أيها الشيطان اللعين، فلتطعني أيها الفاني المعتوه، وإلا لن ترى مجددا أنسبائك عديم القيمة. إن الكسكس ساخن جدا. آسفة فرحات، بينما كنت أطوه شرد ذهني بشيء آخر. وأبقيته على النار طويلا. منذ أن توقف بن عن طهو الطعام أصبحت الفوضى عارمة، وأصبح الطعام أسوأ من الطعام الذي يطهوه جانكيس كوهين. بالمناسبة، أين هو؟ إنه هناك. هاي بن، أناديك بصوت عال. بن، هل تريد أن نتدور جوعا؟ ها؟ عقروب، دعه وشأنه، اتفقنا؟ إنه فظيع، ربما أخطأت في الإكثار من المايونيز، أليس كذلك بن؟ دعيني وشأني رجاءً. أوه، من الأفضل أن ننطلق، بقي يومان قبل أن نحصل على البلورة السادسة. بن، هل وضبت الخيمة من فضلك؟ بن! إن كنت لا ترغب بذلك فسنوضب الخيمة بأنفسنا. بن، لدي شيء يجب أن أخبرك به. هل أصغيت إلي قليلا؟ لا تقلق أبدا، كل شيء على ما يرام. إن احتجت إلى شيء فسوف أطلبه منك. أنا متأكد من ذلك، لكنني لن أتحدث عنك. عمن إذن؟ أخبرني عن إيغو خان. هل ذكرت إيغو خان؟ سنحصل على بلورة أخرى ما قبل الأخيرة. إيغو خان حتما سيجرب استخدام بعض حيله، لذا فكرت في ائتمانك على البلورات. من المؤكد أنه سيحاول مهاجمتي، لكنني لا أعتقد أن... خذها، ستستخدمها جيدا. لا، إنها ليست فكرة جيدة فرحات. أنا لست المنتظر، وأنت وحدك تستطيع حملها. لا أعرف ماذا أفعل بها، أرجوك. ربما أنت محق يا بن، من واجب الدفاع عن البلورات. ليس من العدل أبدا أن ألقي مسؤولياتي عليك. ماذا فعلت؟ لقد حكمت على سباء العزاء بالموت. هيا أيها النسيب بن هايتر، يجب أن تنجح منذ المحاولة الأولى. إن
إن الدوامة تتوسع وترتفع. كيف سنصل إلى البر؟ ولكن ماذا؟ أيتها المخلوقات الغبية التافهة، هل تعتقدون أن بإمكانكم الهرب؟ خائن! هكذا أفضل. استمتعوا بلحظاتكم الأخيرة. خائن! 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 أنت خائن! سامحني فرحات، سامحني. هاي أنت، ألا تنام؟ هل أخلط لك خلطة للنوم؟ لا شكرا جزيلا يا عقروب، سأحضر لنفسي كوبا من الشاي بالبابونج. الطعم لا يهم، المهم المفعول، ولكن لا تحدث الكثير من الفوضى بالأوعية وإلا ستوقظ الجميع. لن أسامح نفسي على هذا أبدا، لكن يجب أن أفعل ذلك. لقد أتيت في الوقت المناسب، بعد بضع دقائق فقط سيصبح أنسباؤك. هل احتفظت باللورات؟ فلتحرر أنسبائي أولاً. هيا لا تقلق بشأن أنسبائك المثيرين للشفقة، أنا لن أحررهم إلا عندما أضع يدي على الشارمن، أتفهم؟ لا تتوقع مني أن أثق بك، حررهم أولاً. لنجري صفقة هنا، سأضع هؤلاء المغفلين على الأرض وأنت التفت وأعطي البلورات لسنارشكوف هناك. ضع البلورات على الأرض وابتعد. نعم، إنها بلورات الشريمان. تعرف الآن ماذا عليك أن تفعل؟ بالطبع. لا تتأسف كثيراً بن، بإمكانك دائماً العودة والعمل لدي. حرر أنسبائي، حررهم، ماذا أصابك؟ هيا أخيراً هانت الساعة التي أستطيع فيها أن أفعل ما أتمناه، وما أتمناه هو تحرير نفسي من عراقيل غير مرغوب فيها. أنقذنا يا بن، إياك حتى والتفكير في الأمر. سمو الأمير، أهلاً بك، أتيت لتموت؟ آسف سأخيب ظنك، لكن كما ترى إنها معي، ولطالما كانت كذلك. غير معقول، إنه يكذب، لقد رأيت البلورات بأم عيني وقد حملتها بيدي. كانت مشابهة تماما لها وابتكرها عقروب. عقروب فلتنحني. شكرا شكرا لكم. سنارشكوف محق، هذا كله كذب. لا تقل إنني لم أحذرك. رمية موفقة، هدف موفق. لا تتحرك ولا تتنفس حتى ظلي أحضريها. ما زال قوياً جداً مقارنة بنا نحن.
قادم على الفور. أنسبائي. لقد قمت بعمل رائع عقرب. أنسبائي الأعزاء، ظننت أنني سأخسركم إلى الأبد. النجدة. عمل جيد. أنسباء. أيها الأنسباء. لا لا فرحان، أنا أكرهك. لم أطلب إذناً منك لاستخدامها، آسفة. كان عملاً ذكياً، عمل محارب الساموراي. والآن كل ما نحتاج إليه هو شخص يساعدني هنا. فرحات، لابد من أنك سعيد جداً لأن أنسباءك في أمان. فرحات، ما الأمر؟ لا أعرف كيف من الممكن أن أكمل معك المهمة. الجميع بخير. هل جننت يا بن؟ ولم لا؟ لقد خنتك. لا، هذه سخافة، لكنت فعلت الشيء نفسه. أنت طيب جدا، لكن كان من الممكن أن أدمر كل شيء. لكانت البلورات تدمرت وكل ذلك بسببي. لكن الأمور لم تجري هكذا. بفضلك أنت، لكن لو كنت... أنت لا تستطيع الغش ولا الكذب يا صديقي. هل تذكر عندما أردتك أن تحتفظ بالبلورات؟ نعم، بالطبع. كنت لترتكب أكبر خطأ في حياتك آنذاك. أنت مخطئ. أردت أن أرى رد فعلك، وقد أردتني تعابير وجهك كل تفاصيل عن الكابوس الذي كنت تعيشه، واخترت الاستماع إلى قلبك، وكان هذا الحل الوحيد. في هذه المغامرة ساعد الجميع بعضهم بعضاً، لم يتردد أحد ثانية واحدة، ويستطيع أن يكون الجميع فخورين. شكراً لك فرحات، أنت فعلاً أمير نبيل وكريم. ما يهم فعلاً يا بان هو أنني صديقك الحميم. مرحباً أبي، أردت أن أخبرك بأننا مستعدون للذهاب كي نحصل على البلورة السحرية السادسة. وكأننا طريقة جداً منك أبي.